تتجه الأنظار إلى مملكة البحرين الشقيقة، حيث تستضيف غدا أعمال الدورة العادية 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بمشاركة القادة العرب أو من يمثلهم منهم. نعم، وستكون البحرين على موعد مع حدث استثنائي باستضافتها للقمة للمرة الأولى في تاريخها في وقت أحوج ما تكون فيه المنطقة إلى السلام بعد عقود من الأزمات والحروب والصراعات. أكملت مملكة البحرين الشقيقة استعداداتها لاستضافة اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 33. حقيقة الإخوان في مملكة البحرين قاموا بتوفير مركز الإعلام الرسمي للقمة، وقاموا توفير كافة الاحتياجات التي يحتاجها المراسلين العرب المنتدبين من دولهم لتغطية القمة. وهذا الحدث بالنسبة لنا حدث إعلامي هام، فرصة أن نلتقي بنخبة من الإعلاميين العرب ممثلين عن دولهم المشاركة في القمة. وكما هو معروف أنه القمة جاءت في وقت دقيق وحساس تتعرض له المنطقة، وخصوصا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وبالإبادة الجماعية الدائرة في قطاع غزة، والعدوان على شعبنا إجمالا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. مهم جدا كان لفلسطين أن تكون حاضرة سواء على الصعيد السياسي من خلال ممثليها والوفد الفلسطيني، أو على الصعيد الإعلامي حتى ننقل مفرزات ومخرجات القمة. النهاردة كان في وفود جدا من مصر من كافة الصحف، وصل وفد مكون من 18 صحفي من مختلف الصحف العربية، وتاني يوم وصل مجموعة كبيرة جدا من رؤساء التحرير برضو الصحف القومية والصحف المستقلة. لا كان في تغطية كبيرة، وطبعا غطينا جانب بتاع وزير الإعلام البحريني وكلمة وزير الإعلام البحريني، وكان في بعض المسؤولين برضو جم وتحدثوا معانا عن الاجتماعات التشاوري لمجلس وزراء الخارجية العرب وأهم البنود اللي طرحت على طاولة المجلس الاجتماع. جاءت الترتيبات على جاهزية المركز الإعلامي من خدمات اللوجستية وتجهيزات فنية وتقنية لتغطية وقائع القمة العربية وتوفير سبل الراحة للصحفيين والإعلاميين والقنوات التلفزيونية ومراسلي وكالات الأنباء العربية والدولية. تحظى استضافة مملكة البحرين الشقيقة لأعمال القمة العربية بتقدير عربي واسع وتقرب عالمي كبير لنتائجها، وتكتسب أهمية كبيرة في ضوء التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم.